هو الذي خلقهم من نفس واحدة آدم عليه الصلاة والسلام، أو الإنس لا يتزوج إلا بنسيه، استدل بين أمين الشقيق رحمه الله بهذا الآية أن الجن لا يمكن أن يتزوج بنسيه ولا عكس. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، أو أن الإنس يتزوج بنسيه ليسكن إليها سكون شهوة وسكون مودة ورحمة. وألفاظ الكتاب والسنة كناية عما يستقبح ذكره، ولن تجد نصا واحدا في كتاب والسنة ذكر ما يستقبح ذكره. وهذا رد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بعض الوعاظ، يأتي ويأتي بقصة وفلان التقى بفلانة ووصفها وكذا وكذا وفعل كذا وكذا، يثير الشهوة عند هذا ولا يجد نفسه. تنبيه لكم ولي شيخ الإسلام، خلاصة الكلام أنا أبين لكم، بعض الطلاب يعني هذا الأخ يأتي لها، هذا مسكين يا رجل عزوبي وجالس هنا في المدينة ويعني مسكين، الله يكون في عونه، فهذا يجي يقول اسمع ترى الشهر القادم شهر ثلاثة عندنا عيد في دولة مكان، العيد هذا في كل شيء، كل شيء يخطر على بالك الشهر. والله لو تعرف ورأيت اللي رأيت يا رب كيف تكون الجنة؟ هذا مسكين ما يستطيع يتحمل، قال متى هذا؟ أعوذ بالله متى؟ قال شهر ثلاثة فرنج يوم كذا، قال الله يجزاك خير. يسافر، ومن السبب؟ هذا في صورة إنكار المنكر، هذا لم يصف له وصف دقيق، وهذا يجي هذا المسكين يقول له اسمع والله شفت هذا البيت اللي جنبنا أعوذ في واحدة، والله لو تأتي اليوم بعد العشاء تمشي معك أعوذ بالله أي وقت بعد العشاء تسعة ونص كذا، قال تمام والله تضحكوا، والله يحدثني عن هذا رجل كان يعمل في هيئة الأمر، قال جاءنا رجل يشتكي وكان معنا رجل من العمال في الهيئة، يقول قال البيت كذا كذا كذا، يقول رئيس الهيئة يعني كأنه لا يسمع لي هذا، قال خلاص امشي، يقول بعد ثلاثة أيام ذهبنا إلى هذا البيت أمسكنا صديقي، من السبب؟ هذا في صورة الله سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان إيش؟ قال علماء التفسير ضعيف الأجل في شأن الإنسان ما يستطيع يتحمل، ولهذا قال بعض السلف اسمعوا ما يقول السلف، قال جنبوا مجالسنا، يعني طلاب العلم عزاب ما يقرأ في كتاب النكاح أبدا، تقرأ في الجنة في النار في الرقاق أبدا، لا تقرأ في كتاب النكاح ولا تتكلم في قلب، جنبوا مجالسنا، ذكر شهوة الفرج شهوة الفم، هذا يقول السلف انتبه، فلا أحد يتكلم في النساء أبدا، تبقى تتزوج يذهب تزوج، أما تأتي لهذا عزومي هنا تقول والله يا أخي ما استطعت أتحمل من يوم جيت الجامعة الإسلامية، واحد من الشباب يقول والله أفتح كتاب التوحيد أرى أمامي كيف أدرس كتاب التوحيد؟ طب لماذا تتكلم بهذا الكلام؟ هذا ما يفكر في النساء، فيأتي هذا يقول والله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، طيب مسكين هذا تثور عند الشهوة ولا يجد اطفيانا في محبة، والله أريد أن يتوب عليكم وإلى الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا في أول حمل أشهر الأولى، فلما أثقلت آخر الحمل الشهر السابع والثامن والتاسع دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، نذر أو قريب من النذر، دائما الإنسان يتمنى، وأضرب لكم مثلا معروف عندكم، هذا قبل أن يأتي بالجامعة الإسلامية، الكل قبل أن يأتي بالجامعة الإسلامية ما بماذا كان يدعو وهو في بلده؟ قال يا رب
يا رب اغسل لي المدينة، يا رب اعطي لي شمس، يا رب وتنظر ماذا اصنع اطلب العلم واجتهد في المسجد النبوي وكذا وكذا وكذا، صح؟ وعندما فلما اتاهما صالحا حصل المطلوب، جعل له شركاء فيما اتاهما. قالوا الذي يعمل ولد الوليد فلان شركه، قدموا محبه الولد على محبه الله شركه صغيره، او يقول والله الولد سبع الحبل السبع التف حول عنقي وانقذته الممرضه والقابله، اين شكر النعم؟ جعل له شركاء فيما اتاهما. القصه المذكوره هنا يقول عنها ابن حزم رحمه الله انها روايه مكذوبه موضوعه، ولم يثبت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يمكن ان يقع هذا من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، لان الله سبحانه وتعالى عصمه من الوقوع في الشرك الاكبر والاصغر. ولم يذكر هذا في قصه صحيحه. وثم قال فتعالى الله عنها يشركون ولم تكن الآية يشركان، وأن في القصة إبليس يقول أنا صاحبكما، ولا يمكن يقول هذا إبليس، مفهوم؟ إذا لا يمكن أن نقول بهذا الرواية. طيب يقول أنتم قلتم في بداية كتاب التوحيد أنه لا يوجد كذا، نقول هذا أثر واحد. الثاني إن صحت القصة شركاء في طاعته ولم يقل في عبادته، انتبه معي. هذا الاستاذ خرج من هنا من الباب ومرت مرة سافرة ونظر إليها، طاعة لمن؟ ها؟ الشيطان، صح؟ أشرك؟ لا، إذا الشركاء في طاعته ولم يقل في عبادته وانتهى، ولا إشكال الحمد لله. نعم، قال حالي أصدق الأسماء حارث مهمة. هنا قصد بعبد الحارث من؟ هنا في الحديث قصد من؟ قصد الشيطان، أن يكون عبدا لغير الله، وعلى هذا ذكرنا عبد مطلق. نعم.